احنا بطبيعه الحال بالاتفاقيه هذه مش نخرجوا من التعاون الظرفي في تقديم ملفات او التعاون على تنظيم تظاهرات الى وضع اطار للتعاون بين الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد وبين وزاره التنميه والاستثمار والتعاون الدولي. احنا التعاون موجود ولكن باش نزيدوا نضوه خاصه في تشكيل فريق عمل والعمل على برنامج عمل منتظم اللي فيه مجموعه من الاهداف ومجموعه من الاليات وخاصه الانطلاق في عمليه نموذجيه مع المندوبيه العامه التنميه الجهويه اللي باش تكون هي الانستيتيوشن بيلوت اللي باش تقوم بالدور هذا مع الهيئه هذا في ترسيخ لثقافة مكافحة الفساد داخل الإدارة، خاطر هذه ثقافة يلزم تتعمق على مستوى العقليات مش فقط على مستوى القانون وعلى مستوى التراتيب وعلى مستوى الإجراءات الإدارية، وكذلك أيضا على مستوى وضع آليات لتسمح بأنه اليوم هدف كبير اللي يطمحوا له التوانسة هو مكافحة الفساد اللي الوزارة قاعدة تشتغل عليه عن طريق كل الإصلاحات اللي قاعدين يشتغلوا عليها اليوم في تخفيف العراقيل الإدارية أمام الاستثمار، في تسهيل الإجراءات، في تخفيف الرخص وحذف عدد من الرخص وتعويضها بكراسات شروط مع الأمر 417 اللي خرجناه العام اللي فات، مع قانون التحفيز الاستثمار اللي خرج السنة في شهر ماي اللي فات، هذوما كلهم قوانين وإصلاحات قانونية أيضا عن طريق معناها مكافحة البيروقراطية أيضا يكافحوا في الفساد ويخلقوا آليات للحوكمة الرشيدة اللي تسمح بطبيعة الحال بإعطاء أفضل خدمات للمواطنين وتحسين سمعة تونس على مستوى الوجهة الاستثمارية اللي تخلي بلادنا تكون قادرة على تستقطب أكثر ما يمكن من الاستثمارات. شوف احنا ما نحبوش نعملوا يعني نعملوا حاجات اللي فيها بطبيعة الحال بحث على ضجة أو فرقة عالمية، وقت اللي نلقاو فما تجاوزات نقوموا بالإجراءات القانونية وخليوا القضاء يخدم بأريحية، وقت اللي تصدر فما أحكام أو يتضح أو يثبت أشياء بطبيعة الحال يتم الإعلام بها في الإبان. المؤسسة النموذجية تكون المندوبية العامة للتنمية الجهوية اللي يعني كما تعرفوا تقوم بدور كبير على مستوى التنمية الجهوية، وهذا أيضا ربط بين التنمية الجهوية وبين مكافحة الفساد لأنه زوج أهداف يمشوا مع بعضهم، وقد ما نقدموا في مكافحة الفساد أيضا نجموا نحققوا أشواط متقدمة على مستوى التنمية داخل الجهة. سيد الوزير هو اللي باش يختار بطبيعة الحال الهيكل الإداري اللي باش يطلق عليه جزيرة نزاهة، واللي هو باش يكون عبارة على القاطرة ولا عبارة على المثل الذي يحتذى به بالنسبة لمختلف هيكل الوزارة، واحنا لا يمكن إلا نكون سعداء بالاتفاقية هذه الجديدة اللي هي باش تكون ربما الاتفاقية قبل الأخيرة بحكم اللي معظم الوزارات أمضت مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإن شاء الله هناك الآثار لهذه الاتفاقية ولهذا التعاون بين الطرف الحكومي وبين الهيئة البعض منه بدأ يظهر، ولكن الكثير منه ومعظم باش يظهر على المدى المتوسط والبعيد بحول الله. لا وزارة الدفاع أمضات والله ما نجمش نعطيك بالضبط، أما نظن تقريبا معظم الوزارات أمضات مع الهيئة. تنثبت ونقول لك معظم الوزارات أمضات مع الهيئة، واحنا بطبيعة الحال سعداء بالشيء هذا لأنه فما الجانب اللي عنده علاقة بالتوعية وبتحفيز الوعي المواطني، هذا قاعدين نخدموا فيه مع وزارات كما وزارة الثقافة كما وزارة التربية كما وزارة التعليم العالي الشباب والمرأة، وفما الجانب اللي عنده علاقة ببعض القطاعات اللي هي تعتبر يعني نوعا ما عندها إشكاليات أكثر من الوزارات الأخرى ومن القطاعات الأخرى، نعني به مثلا وزارة الداخلية على قطاع الأمن، وزارة المالية وخاصة الديوانة، وزارة الصحة زاد كذلك، هذوما قطاعات اللي نحن عاطينهم نوعا ما أولوية، وزاد ما ننساوش البلديات، وفما بطبيعة الحال كما ذكرت به الوزارات اللي احنا يعاونونا أكثر فيما يتعلق بتحفيز الوعي المجتمعي بمكافحة الفساد. شكرا.